جلستنا لهذا اليوم الرياضيات مراجعة التقدير لناتج الجمع. حبايبي التلاميذ، موضوعنا هذا اليوم تقدير ناتج الجمع. تقدير ناتج الجمع. طيب خلينا نتذكر احنا التقدير مو له علاقة بالتقريب. زين شنو الأعداد اللي تعطينا واحد والأعداد اللي ما تعطينا واحد؟ الأعداد اللي ما تعطينا واحد هي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. هذه الأعداد لا تعطينا واحد. هذه الأعداد لا تعطينا واحد. طيب الأعداد اللي تعطينا واحد هي خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة. تذكرون هذه الأعداد اللي تعطينا واحد واللي ما تعطينا واحد. تمام، احنا كتبنا بالدفتر خطوات ناتج الجمع، خطوات إيجاد ناتج الجمع أو التقدير. أول خطوة، جينا على أول خطوة، نقرب العدد. عشت إيدكم تلاميذ الأبطال. أول خطوة نقرب العدد إلى أقرب عشرة أو مئة. نقرب العدد إلى أقرب عشرة ومئة. عشت إيدك فطومتي. طيب ثاني خطوة، أجمع العددين الناتجين بعد التقريب. أجمع العددين الناتجين بعد التقريب. تمام، إحنا حفظنا الخطوات كتبناها بالدفتر. أول خطوة أقرب، ثاني خطوة أجمع ناتج التقريب. ناخذ مثال، أقدر ناتج التقريب بالتقريب إلى أقرب عشرة. العدد هو 42 زائد 27. طيب إحنا شو تعلمنا؟ راح ناخذ أول عدد اللي هو 42. طيب راح نقرب هذا العدد 42 إلى أقرب عشرة. نلاحظ هنا راح نخلي خط تحت مرتبة العشرات اللي هي أربعة. الأربعة راح تاخذ من الاثنان، الاثنان تنطي للأربعة؟ لا ما تنطيها. إذا الأربعة تبقى على حالها والاثنان شو تصير؟ الاثنان تصير صفر. الاثنان شو تصير؟ صفر. إذا الناتج هو 40. طيب قربنا العدد الأول، راح نقرب العدد الثاني. العدد الثاني هو 27. العدد الثاني هو 27. طيب العشرات هو 20، العشرون ياخذ من السبعة، السبعة تنطي، هي تنطي لأن الأعداد اللي تنطينا واحد. إذا اثنان إذا ضفت له واحد شو حيصير؟ ثلاثة، والسبعة تبقى صفرا، تصبح صفرا. إذا الناتج هو 30. هسه أنا أول خطوة قربت كل عدد إلى أقرب عشرة لأن أنا حددت عشرة. ثاني خطوة راح أجمع العددين الناتجين بعد التقريب، يعني الأربعة وثلاثون راح أجمعهم. شوفوا لاحظوا وياي، 40 زائد 30. 40 زائد 30. عاشت إيدك حسن مصطفى. بس لاحظوا وياي تلاميذ الحلوين، الآحاد تحت آحاد، أهم شي ترتبون العدد، مو تكتبوا لي مثلا 40 الآحاد جوا العشرات، لا حياتي، كتبوا آحاد جوا الآحاد والعشرات تحت العشرات. تمام، أريد ترتبون العدد حتى يكون الناتج بالصورة الصحيحة. إذا صفر زائد صفر صفر، أربعة زائد ثلاثة 70. إذا ناتج التقريب هو 70. إذا الناتج هو
70. تمام يا أبطال؟ طيب ننتقل إلى مثال آخر. المثال الآخر هو: أقدر ناتج التقريب بالتقريب إلى أقرب 10. 524 زائد 27. رح ناخذ العدد الأول نقربه، 524. طيب العشرات وين هنا عندنا؟ الاثنان هو العشرات، إذا الخمسة تبقى على حالها، يعني 500 ما نقربها لين، هو ما راد مئات، راد فقط عشرات. طيب قربنا، الأربعة تنطي للاثنان، لا ما راح تنطيها، إذا الخمسة والاثنان راح تنزل، والأربعة شو تصير؟ تصير صفر. تمام، راح ناخذ عدد آخر اللي هو 27. تلاحظون الترتيب شلون دارت بالأعداد؟ 27، وين العشرات؟ العشرات 20، وين العشرات؟ العشرات 20، السبعة تنطي للعشرون؟ إيه تنطيها، إيش راح تصير؟ تصير 30، والسبعة تصير صفر، إذا ناتج التقريب هو 30. تمام يا حلوين، بعد ما قربت راح أجمع ناتج التقريب، 520 زائد 30. ده تلاحظون آحاد تحته آحاد، عشرات تحته عشرات، والمئات واحد ما عنده صديق. راح نجمع 0 زائد 0 0، 2 مع الثلاثة 5، والخمسة راح تنزل ما عندها أي صديق، إذا الناتج هو 550. الناتج هو 550. عاشت ايدكم، عاشت ايدك فطمتي، دا اشوف مشاركاتك الحلوه. عافيه رقيه، عافيه شمس، عاشت ايدكم ايمن وامير. شوف باقي الحلوين: مريم وفاطمه احمد وروان وهنودي وياسر، عاشت ايدكم تلاميذ الابطال. طيب خلينا نشوف بعد منو عندنا: ياسر وحسن. يا حبيبتي انت الوحيده المفاتحه كام؟ يلا يا زيارة، يلا حبيبتي فتحي الكام، عاشت ايدكم تلاميذ الأبطال. طيب ننتقل إلى مثال آخر. مثال: أقدر ناتج التقريب بالتقريب إلى أقرب 100، 532 زائد 426. احنا ايش راح نسوي بالبداية؟ راح ناخذ أول عدد اللي هو 532، راح نقربه هسه إلى أقرب منه؟ إلى أقرب 100، إلى أقرب شنو راح نقربه؟ إلى أقرب 100. طيب وين المئات؟ ياتا المئات 500. طيب الخمسة قبلها ثلاثة تنطيها؟ يلا بدي أشوفكم تنطيها لو ما تنطيها ثلاثة. عافية عافية أبطالي الحلوين، ما تنطيها، إذا الخمسة تبقى والآحاد والعشرات تصير صفران. عاشت إيدك ياسر، أحسنت مصطفى، دا أشوف إجاباتكم الجميلة. طيب راح نروح للعدد الثاني، 426، نقربها إلى أقرب 100، الأربعة قبلها اثنان، راح تنطيها الاثنان؟ تنطي الاثنان، يلا دا أشوفكم تنطيها. ها حسن تنطي الاثنان للأربعة؟ انتبهوا يا ماما أو في الكتاب، انتبه على الشاشة. اي أحسنتم يا أبطال، انتوا جاوبتوا قبل ما أنزل الإجابة، إذا اثنان ما تنطي للأربعة، إذا الأربعة تبقى أربعة والآحاد والعشرات راح تصير صفران، إذا الناتج 400. بعد ما قربت راح أجمع، عاشت ايدكم ما شاء الله ما شاء الله حليتوها، راح نجمع 500 زائد 400، الآحاد مع الآحاد صفر، والعشرات مع العشرات أيضا صفر، والخمسة زائد 4 900. طبعا أنا ما دا لحق وياكم، أنتوا دا تحلون بالشات، حليتوا كل التمارين قبل ما أني أحلها، عاشت ايدكم تلاميذ الأبطال.
الآن راح نحل أول فقرة من فقرات أتأكد، بس أنا شاريد من عندكم، يعني هسه عندي بعض الشعب اللي سويت وياهم جلسات، أصلاً أنا ما سألتهم، هم بدأوا يشرحون كل الموضوع، هسه أنا أريد من عندكم أنتم تشرحون، تمام؟ اللي يقوم يحل هو يشرح. يلا خلينا نختار أول عبقري ويانا. خلينا نشوف العباقرة اللي عندنا الحلوين. يلا مصطفى، مصطفى ظافر تفضل حبيبي. نعم، هلا صفاوي شاشي شلونك؟ نعم زين. شاشي نعم خلي اشوف كتبت كل الورقة وتخطيط كلش حلو نفس هذا، عاشت بس ايدك حبيبي، عاشت ايدك يا بطل. يلا هسه مصطفى اشرح لنا وبعدين نشوف الورقة، تمام؟ السبعة ايه كريمة تطي، تمام السبعة تطي الثلاثة، السبعة تصير صفر، تمام والثلاثة هي تصير أربعة، لأن الثلاثة هي أهم من السبعة، لأن السبعة آحاد، تمام فيطلع الناتج أول واحد، عاشت ايدك. وثاني واحد اثنين ما تطي، فالاثنين معطوه مو كريمة ما تطي، فتصير صفر وستة تبقى، فالاثنين ليش مو قريبة؟ لأن تنزل الرقم، عاشت فيصير ايدك، 60. تمام. اذا شو نسوي بعد التقريب؟ نجمع هسه احنا أربعة زائد ستة، ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، إذا عاشت نقول ايدك 10 يعني تطلع 100. 100، عاشت ايدك يا بطل. اذا الناتج هو 100، ما شاء الله، هم ترى الطلاب وياك يحلون، عاشت ايدكم تلاميذ الابطال. احسنت صفاوي البطل. صفاوي إذا حاب إنه نشوف دفتر الرياضيات الزيانة بالجروب، خلينا نشوف الحل مالتك هو الجديد. حال تمام للواحد حبيبي، وعشرين للاثنين وعشرين كل الحال عاشت إيدك يا تمثل بطل، شكرا جزيلا يا صفاوي تخطيط كلش حلو. حبيبي، عاشت إيدك. طيب خلينا نشوف طالب آخر وياني شارك. يلا شموسة، طبعا راح آخذ من الدال ومن الجيم، ولا تزعلوني اذا ما شاركتوا كلكم، لا يعني هو وقت أساسي قليل. هلا حبيبتي شموسه، يلا اشرحي لنا الفقره الثانيه. ثواني شموسه، ثواني قبل ما تشرحين، يلا تفضلي. يلا شموسه، اقرب الناتج الى اقرب عشره. ها شموسه تستمعين؟ الستة كريمة بتطي الخمسة احنا ايش قلنا والستة تصير شموسه؟ صفر شموس احنا ايش قلنا؟ نعم قلنا الكريم والبخيل هذا قديم والثاني ابتدائي، احنا هسه شو نقول؟ الاعداد اللي تعطينا واحد والاعداد اللي ما تعطينا واحد، تمام حبيبتي؟ يلا استمري نعم ابدأي. الستة كريمة تطي الخمسة، الخمسة تصير ستة، والستة تصير صفر، تصير 60. عاشت ايدك حبيبتي، والرقم الثاني؟ ياسر، عافية بالبطل ياسر وأيمن، دا أشوفكم تحلون. الثمانية كريم يطل التسعة، والتسعة تصير واحد 10 تصير 100. أحسنت يا بطل، تصير 100، عاشت إيدك. هسا راح نجمع، راح نجمع، شنو نجمع؟ ناتج التقريب أو نجمع الناتج قبل التقريب؟ ورا التقريب احسنتي، يعني نجمع 60 زائد 100. يلا اجمعي، اذا تلاحظون شلون رتبت، حطيت الاحاد تحت احاد، العشرات تحت عشرات، والمئة واحدة ما عندها صديق. يلا حبيبتي شموسة اجمعي الاحاد. صفر زائد صفر صفر، احسنتي، ستة زائد صفر ستة، والواحد ينزل عاشت ايدك. اذا مية وستة. الناتج 106 الناتج 106 لو 60. 160. عاشت ايدك حبيبتي، شكرا جزيلا شموسه حبيبتي. يلا ويانا طالب اخر، خلينا نشوف هنا من ويانا. هنودي، طبعا هنودي انا حفظت اسمك، انت ما قاعد تدخل باسمك، ده تدخل باسم جالكسي 21. يلا
حبيبي هنودي. نعم. هلا هنودي، شلونك؟ زين. يلا هنودي حلي لنا الفقرة الثالثة. اوكي. النقاط بلا اكل بتاعهم 40 أربعة ننزل أو نزل مئة، نزل أو واحد نزل مئة، نزل واحد. قرب إلى أقرب عشرة. أوكي، عدنا واحد وأربعة، واحد يتير أربعة. لا النودي حبيبي الفقرة الثالثة صحيح، ما يتير أي واحد. النودي الفقرة الثالثة حبيبي، 21 زائد 13. لاحظ الشاشة أمامك. واحد تي اي واحد تي الأسنان، لا أسنان تكبر. تمام، أسنان تكبر تصير 20. عشت إيدك. وهنا 10 ثلاثة تي إلى ثلاثة تي إلى الواحد، لا بيتي نزل السبعة. عشت إيدك. نزل السبعة نعوفها و يعني خليني 20 و70 100 نحل 700 و 20 و 10 يطير الواحد ما ينطي، راح يبقى 10، يعني يصير الناتج 700 و 710. طيب هسه اجمع لنا ال 20 زائد 710، راح نجمع ناتج التقريب. اوكي. عشرين زائد واحد. تمام، شو راح يصير العدد؟ دقيقة دقيقة. خليني دقيقتين. كل الدقائق لك حبيبي. سبعمية واربعون. صفر زائد صفر. صفر، اثنان زائد واحد. أربعة. اثنان زائد واحد، هنودي. اثنان ثلاثة. سبعمية و 730. عاشت إيدك حبيبي، أحسنت يا بطل، 730. شكرا جزيلا هنودي. طيب، تلاميذ الأبطال، إحنا عندنا فقرة استراحة. بما انه عاشت ايدك روان على الفكره الحلوه، رسمتي الشجره ورسلتيها بالجروب، صارت بيناتكم احاديث جميله، حبيت الفكره مالتكم، حبيت اسوي فقره الاستراحه عباره عن تعلم لرسم شجره الميلاد. هذه 3 دقائق انتبهوا لهذا الفيديو، راح تتعلمون فيها رسم شجره الميلاد. تمام يا حلوين، يلا عفوا الكتاب والقلم والدفتر وانتبهوا إلى فقرة الاستراحة. صحيح مريومة مثل رسمتك،
شفت رسمتش كلش حلوة، عاشت ايدكم، فنانين بارعين بالرياضيات وفنانين بالرسم. حبيبي حمودي ماكو مشكلة، صحيح هو الأيام النت كلش ضعيف. تلاميذنا الحلوين، استمتعتوا بهاي الفقرة؟ كلش حلوة كانت الفقرة، رسم شجرة الميلاد. لكن انتوا لا تحاولون ترسمون الهدايا، اكتفوا بالشجرة يعني رسمها اسهل، مو صحيح؟ طيب يا حلوين نرجع لدرسنا، ارجو ان تكونوا استمتعتوا بهذه الفقرة الجميلة. يلا نشوف من يكمل الدرس ويانا. يلا روان. نعم سامسة. هلو روني حبيبتي، شلونك؟ يلا الحمد لله. يلا حبيبتي قربي لنا العدد إلى أقرب عشرة. الرقم الأول نجي اللي هو 141. عشت إيدك. نخليه على سطحنا يعني قربًا. الواحد ما ينطل الأربعة. أقرب عشرة، الواحد ما ينطل الأربعة. إذا المئة تنزل الواحد تنزل مع المئة، والأربعة هم تنزل من مكان الواحد اللي هو مرتبة الآحاد يصير صفر. عشت إيدك. مئة وأربعة. تمام. الرقم الثاني 219. أحسنتي. التسعة تنطي الواحد، إذا التسعة مكانها صفر الواحد يصير اثنين. تمام. أحسنتي تنزل. سنتي يا بطلة، إذن الناتج هو 220. إحنا إيش راح نسوي السروان؟ راح نجمع ناتج التقريب 140 زائد 220. تمام. صفر زائد صفر صفر. عشت إيدك. 4 زائد 2 5. لا 4 زائد 2 روان 6. تمام. 6 6 6. عشت ايدك. 1 زائد 2 3. عشت ايدك يا بطلة، اذا الناتج 360. بارك الله بيك يا وردتي، احسنتي يا حلوتي، شكرا جزيلا حبيبتي. طيب ويانا طالب اخر، خلينا نشوف هنا ثواني. يلا يا إبراهيم. إبراهيم رياض. نعم شاسي. ها برهومي حبيبي، علي صوتك. نعم. يلا حبيبي برهومي، أول شيء إحنا من نقدر الناتج نقرب لو نجمع. نقرب. يلا قرب لنا العدد 175 إلى أقرب 100. لاحظ أقرب 100، إذا أقرب 100 وين نخلي الخط؟ تحت يا مرتبة؟ مئات. تحت مرتبة المئات، يلا حبيبي قرب إلى أقرب 100، هذه هي المئات. السبعة تعطي للواحد تعطي. أي؟ تبقى خمسة تصفر والسبعة تصفر فيصير 200. أحسنت يا بطل 200، علي صوتك برهومي، عاست إيدك 200. طيب قرب لنا العدد الثاني 313.
عاشت ايدك سيف ياسر، عاشت ايدكم تلاميذ الابطال، جدا انا مشتاقه لكم. يلا حبيبي ابراهيم 313 راح نخلي الخط تحت يا مرتبه برهومي. ليش سديت الصوت ماما؟ يلا ارجع افتح المايك. نعم يلا حبيبي نخلي الخط تحت مرتبه المئات. الواحد تعطي للثلاثة لا ما تعطي، تمام صفر والواحد تصفر فيصير 300. أحسنت يا بطل، إذن 300. اجمع لنا العددان. أموري عافية بطل 500. عشت إيدك 500. 500 إذن 200 زائد 300 500. عشت إيدك برهوم البطل، شكرا جزيلا. عاشت ايدك ياسر حبيبي وروان، عاشت ايدكم ابطالي الحلوين. طيب بعد ما شارك ويانا من شعبة الدال راح يشارك واحد ويانا من شعبة الجيم. يلا يا احمد. يلا حمودي. نعم. هلو حمودي شلونك؟ زين. يلا حمودي حل لنا الفقرة السادسة. نكتب 223. 223. لاحظ هذا مو 2000، 223. عطني 2000. يلا حبيبي قربها لأقرب 100. الفان تطي للسنين ما تطي صفر صفر. تمام. والثلاثة صير صفر والثنين صير اثنين. يعني جد يصير العدد إذا قربنا لأقرب 100. 200 صير. 200 عاشت إيدك. قرب لنا 137. الواحد تطي للثلاثة ما تطي. لا بالعكس، الثلاثة تنطي للواحد ما تنطي، إذا العدد يبقى شقد يصير؟ صفر. الثلاثة والسبعة صفر، والواحد يصير واحد. عاشت إيدك، يعني 100. أحسنت، إذا 200 زائد 100 صفر صفر صفر. عاشت إيدك، يعني شو يصير العدد؟ أربعة. 400. لا حبيبي يا جماعة صحيح 300. عاشت إيدك، أحسنت حمودي شكرا جزيلا. تمام، هسه ويانا طالب آخر، خلينا نشوف. يلا حسن. نعم ساسي. يلا حسوني، المعلم مالتنا مو صحيح؟ قرب لنا الناتج الى اقرب 100. نقرب 336. تمام. الثلاثة تنطي لي ثلاثة لا. ايه. فتبقى الثلاثة نفسها والرقم يعني الآحاد العشرات يصيرون صفر. عاشت ايدك، والرقم الثاني 251. تمام. الخمسة تنطي الاثنان اي. تمام. فلهذا يصير العدد الاثنان يصير ثلاثة، والرقم الرقم احد العشرات صفرين. عاشت ايدك. اذا هسه نجمع اللي قربناهم 300 و300 الأخرى. تمام. شو يصير الناتج؟ صفر زائد صفر يساوي صفر، صفر زائد صفر يساوي صفر، ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. إذا الناتج؟ شنو الناتج حبيبي؟ اقرأ لنا الناتج.
عاشت ايدك حبيبي حسين، الناتج هو 600. عاشت ايدك، بارك الله بيك، ما شاء الله. صحيح معلم، شرحت لنا وفهمتنا، عاشت ايدك يا بطل. يلا خلينا نشوف واحد من شعبة الدال. من شعبة الدال، يلا ايمن. نعم سنسي. يلا حبيبي، شلونك ايمن؟ زين. يلا حبيبي قرب لنا. 569 الى اقرب 100. الستة، الخمسة، الست العشرات ما حتطي للخمسة المئات، حتطي فيصير الستة تصير صفر هي والتسعة، والخمسة تصير ستة فيصير 600. عاشت ايدك. قرب من العدد الثاني. والمئتان الأربعون ما حتطيها لأن هي أربعة فما تطي واحد، فحيصير الأربعة تصير صفر والثمانية تصير صفر والاثنان تبقى اثنان. عاشت إيدك، عاشت إيدك حبيبي. إذا 600 زائد 200. الست صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر صفر، اثنان زائد ستة ثمانية. عاشت ايدك يا بطل، احسنت حبيبي البطل، شكرا جزيلا يا بطل. طيب ننتقل الى مثال اخر. خلينا نشوف احد الابطال الحلوين من شعبة الجيم. يلا ياسر. ياسر، هلا ياسر، شلونك حبيبي؟ نعم. يلا ياسر قرب الناتج الى اقرب عشرة. 31. الواحد، الواحد ما تطي فتنشر صفر. تمام. والقلابة تنشر يعني رقم صفر. تمام. يلا قرب لنا العدد الثاني. 52. الاثنان ما تطير خمسة، الاثنان تنشر صفر والخمسة تنشر خمسة. عاشت ايدك، احسنت يا بطل. اذن 50. والناتج صفر وصفر صفر. لا عفوا، صفر 30 زائد 50 80. 80. عاشت ايدك، شكرا جزيلا ياسر البطل. ثانكي. نعم حبيبي. اذا تقوم بعد مره، والله يا عمري يا ريت تقوموا مره ثانيه، بس اكو طلاب حتى ما مشاركين، واتمنى يشاركوا واسمع اصواتهم، لكن الوقت قليل. تمام ياسر حبيبي. اوكي ثانكي. ننتقل إلى طالب آخر، يارا. يلا يارا. يلا حبيبتي يارا، شلونك؟ الحمد لله. يلا اشرحي لنا الفقرة العاشرة. الواحد ما ينطي للثمانية يصير صفر تبقى 80. تمام. والستة تنطي التسعة، وهذا الستة تصير صفرين يصير 100. تمام. عاشت ايدك. 81 يصير 180. 81 يصير 80. زين، والستة وتسعون يصير، عاشت ايدك، 100. اذا الناتج 180. احسنت يا بطل، عاشت ايدك. شكرا جزيلا يارا. شكرا جزيلا. طيب ويانا يلا قسوار. استغفر الله رب العالمين. شلونك قسوار؟ مو زين. يلا قسوار حللنا الفقرة 11، 56، قربها إلى أقرب عشرة. 56 أقرب إلى أقرب عشرة. 60. 56. يلا حبيبي.
خمسة تطل ستي. تمام. يصير ستون. ستون عاشت إيدك. ثمانمائة وواحد وعشرون. ولا قرب عشرة. قربها لا أقرب عشرة. ثمانمائة صيرون. لا ماما انتبه قرب لا أقرب عشرة. عشرات اثنان. اثنان تمام. الواحد يطل الاثنان؟ لا لا. اذا شو يصير العدد؟ ثمانمائة وواحد. ثمانمائة وعشرون. عشرون. اجمع لي ستون زائد ثمانمائة وعشرون. صفر زائد صفر. صفر زائد صفر صفر. تمام. ستة زائد اثنان. ستة زائد اثنان ثمانمائة. ثمانون. والثمانمائة ماكو أحد وياي ينجمع راح تنزل كما هي. إذا الناتج هو أقرأ لي الناتج قسوة. ثمانمائة و ثمانون. عاشت إيدك. شكرا جزيلا يا بطل. استغفر الله. نشوف طالب آخر. يلا مريم. مريم سيف. نعم. شلونك مريومة؟ زينة. يلا حبيبتي قربي لنا هذا العدد اللي أمامك إلى أقرب عشرة. 412 تقريب. 68 تقريب. تمام. أول شيء هو قايل لنا أقرب عشرة فنجي على الواحد. اثنين تطل واحد ما تطي. الأربعة ننزلها والواحد همينا يصير صفر. عاشت إيدك يا بطل أحسنتي. والثمانمائة والستون. ثمانية والستون عفوا. الستة نبوع ستة نطالب عشرة فثمانية تطل ستة تطي يصير سبعة يصير سبعون. سبعون عاشت إيدك. اجمعي لي العددان. صفر زائد صفر صفر واحد زائد سبعة ثمانية وأربعة وحدها فيصير النتيج 480. عشت إيدك يا بطلة أحسنتي مريوم حبيبتي شكرا جزيلا. طيب ننتقل إلى طالب آخر. يلا يا رضا. رضا فراس. يلا حبيبي المبتسم. رضا فراس. يا ترى رضا رح نفتح لك المايك مرة أخرى. طيب رضا ما يفتح عندك المايك. ننتقل إلى طالب آخر فاطمة. يلا فاطمة. فاطمة أحمد. رح أختار طالبتين فاطمة أحمد وفاطمة قاسم. يلا يا فاطمة أحمد وفاطمة قاسم. فاطمة قاسم. هلو حبيبتي. هلو فاطماتي. فاطمة حبيبتي. فاطمة أحمد قربي لي 246 إلى أقرب عشرة. ها فاطمة تسمعيني؟ فاطمة قاسم. هلا مام إيه اسمعك. يلا حبيبتي قربينا 246 إلى أقرب عشرة. 246. تمام. المائتان راح تنزل نفسيتي لأنه ما طالبين من المئات. إنه العشرات هي الأربعة والأحد راح تطلب العشرات من الأحد. الأحد من الأعداد اللي تنطي راح تنطيها بس واحد. العدد 250. عاشت إيدك. يلا فاطمة أحمد. نعم. فاطمة يلا قربينا 313. 300 ننزل الواحد الثلاثة أم العشرة الثلاثة ينطي لا أم الأحد الثلاثة يصير صفر والعشرات يصير نفسها. عاشت إيدكم حبيباتي فاطماتي شاطرات. هسه راح نجمع 250 زائد 310.
نعم. يلا اجمعوا لكيناتكم. صفر زائد صفر. 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 خمسة زائد واحد. ستة. ستة. اثنان زائد ثلاثة. خمسة. خمسة عشرتكم. إذن الناتج هو؟ 560. عاشت ايدكم حبيباتي الحلوات، شكرا جزيلا. طيب ويانا ساره، يلا ماري حبيبتي. سي هلا ماري حبيبتي، شلونك؟ زينه. راح اختار ويا طالبه اخرى، ماري ورقيه. رقيه رافد. طبعا دا احاول بكل جهدي انه اخليكم كلكم تشاركون. يلا رقية وماري. هلو سانسي. هلو رقية حبيبي، شلونك؟ يلا هسا ماري حلينا أول فقرة، قرب العدد 492 إلى أقرب عشرة. سانسي رقم أربعة. يلا حبيبتي ماري، إذا قربنا الأقرب عشرة ونبع على أي مرتبة؟ تسعة. على العشرات التسعة. زين تسعة تأخذ من الاثنان، اثنان تنطيها. لا لا، إذا العدد شي يكون ماري؟ الاثنين تكون صفر. تمام. والتسعة تنزل والأربعة همين تنزل، يعني إذا 490. عافية ماري. رقية 702، قربي لي أقرب عشرة. الأقرب عشرة الاثنين راح تطل الصفر، أول شي راح ننزلها للسبعة. عاشت إيدك. زين عندي الاثنين راح تطل الصفر، لا ما راح تطل، راح ننزلها للصفر والاثنين صفر. عاشت إيدك. طيب رقية، راح نجمع العدد قبل التقريب لو بعد التقريب؟ بعد التقريب. عاشت إيدك ماري. اجمعي 490 زائد 700. أنا بس هاي تسوي 90 ماما، أنا بس سوي 9 حبيبتي. لا تلاحظون أني خليت الآحاد تحت الآحاد، العشرات تحته عشرات والمئات تحته مئات. يلا ماري صفر زائد صفر. ماري سمعيني حبيبتي؟ نعم. يلا صفر زائد صفر. صفر. تسعة زائد صفر. تسعة. وأربعة زائد سبعة. تسعة. أربعة زائد سبعة. بعيدا حنا صح. 11. احسنت يا بطلة. رقية اقرأي لي الناتج. 11. عاشت ايدك. رقية اقرأي الناتج حبيبي. 1190. عاشت ايدكم بنات الحلوات، شكرا جزيلا رقية وماري. شكرا استاذ حبيبتي. طيب ويانا خلينا نشوف طالب اخر. والله احنا تجاوزنا الفقره، لكن انا بدي اسمع اصوات. اديان ما سمعنا صوتك. نعم سنسي. هلا اديان حبيبتي، شلونك؟ زينه. ما هي خطوات حل ناتج التقدير؟ اكو خطوتان، شنو الخطوات؟ التقريب والجمع. عاشت ايدك حبيبتي البطله، شكرا جزيلا. رضا فراس. يلا رضا ما اسمع صوتك. رضا تحت مايك ماما. نعم سامسي. هلا رضا شلونك؟ زين. حاولت رضا تحل ويانا بس انت ماكو، النت عندكم ضعيف مو صحيح؟ اي. يلا ان شاء الله بالجلسات الجايه راح اشارك ويانا، راح ارفع لكم هاي الجلسه راجعوها بشكل جيد، حتى من اسوي لكم اختبار تحلون بصوره جيده. تمام رضا حبيبي؟ تمام. يلا حبيبي امشي، سمعنا صوتك، شكرا جزيلا رضاوي. طيب خلينا نشوف بعد منو ما سمعنا صوتك. محمد علي. حمودي. شلونك حمودي؟ حمودي ما هي الخطوات
لإيجاد ناتج التقدير. الجمع والتقريب. لا بالعكس، التقريب ثم الجمع. يلا عيدينا الخطوات. أحسنت، عاشت إيدك. محمد عدي. نعم جاشي. هلو حمودي، شلونك؟ زين. حمودي، ما هي خطوات لإيجاد ناتج التقريب؟ خطوات؟ أي أول خطوة شو نسوي؟ نقرب لو نجمع؟ نجمع. لا حمودي انتبه، أول خطوة رأسا نجمع، دي شوفون زملائك سووا أول خطوة، جمعوا ولا قربوا؟ أنا قلت لك نجمع، ما قلت لك. حبيبي هو انتبه، أول شي نجمع لو نقرب، هسه زملائك من حلوا. حلوا أول شي جمعوا ولا قربوا؟ ها محمد؟ قربوا. أحسنت، أول شي نقرب، بعدين شو نسوي ورا التقريب؟ ما نجمع. وراها نجمع، عاشت ايدك، انتبه جيدة. من انزل لك الرابط، رابط الفيديو، كرره مرتين وثلاثة حتى تفهم. احنا اول شيء نقرب ثم نجمع. عاشت ايدك محمد حبيبي، شكرا جزيلا. هسه انا سمعت تقريبا اصواتكم كلها، ماري وروان ومريم، ابراهيم، فاطمة، يارا، محمد عدي، قسور وشمس وسيف ورضا وحسن، ايمن واحمد واديان ورقية ومحمد علي وياسر ومهند ومصطفى وفاطمة قاسم. طيب تلاميذ الحلوين، راح افتح المايكات للجميع. صفقة رياضية جهودكم وتميزكم، اريد اسمع نشاطكم. صفقة رياضية جهودكم وتميزكم الجميل. فتحت المايكات، عشت ايدكم حبايب التلاميذ. Bye bye, 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 bye b